FM. الكلمة ليك. القاضي المتقاعد أحمد صويب ضيفنا في الانترفيو دو جور. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا سيد أحمد. مرحبا سي بن عمر. شحوايك لاباس؟ نعرفك في جوهرك. مرحبا. يشبه الميركاتو. حاضر الانترفيو. حاضر اللي تحب. لا مروان قلت له حاضر الانترفيو. انا ولا مروان؟ لا مروان في الاخراج. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. مرحبا بك في الكابوتشينو. نحكيه على عدم ترسيمك في جدول المحاماة واتهاماتك للتجمعيين وإلى قواعد النهضة وذوما أجماع ذوما اللي يخليوك ترسم في ولا عطلوك في الترسيم في جدول المحاماة. هل لديك أقوال أخرى في المحكمة؟ لا ساعة كابوتشينو بدلوها في رمضان. بدلونا التيترو في رمضان. لا مسموعة. مش ما تشربش الكابوتشينو فيها. افتراضية. افتراضية برا. افتراضية. دونك حتى كلامي مش يكون افتراضي. تعتمد تهمة التجاهر بال بما ينافي بالفحش. 226 جزائي. هذاك هو. هذاك سنين بارث رجعت مصطفى الصخر الله يرحمه ما عنده كتاب مجلة جزائية بديت نلوش. حتى واحد ما عنده علاقة باللي براتيك ريليجوز كله يحكي على ما يدور من بعيد أو قريب بالجنس. يعرف روحه في الشارع. هاني قلت لك كل ما يعرف بالجنس وإلا بتعرية العورة. سنة رينا بوار ملبسينه تلبيس هذاك. وهم بلوش حكم يترفع مع الدستور حرية أمريكا السكسي وحرية المعتقد. فصل 6 جستو. بيان سور. نجو نحكي عن الموضوع هذي بعد لكن نعطينا ساعة فضل. الحملة اللي ضدك اليوم تشن من قبل سياسيين داخل المنظومة القضائية أو المنظومة القانونية ضد انا سياسيين. شكونهم؟ قلت تجمعيين ولا لا 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 جو بريسيز باهي مثل شيء. وحلت التقاعد بقوة القانون في غرة مارس. نهار 16 مارس قدمت ملفي مبدئيا كامل حتى بالملف الطبي بورقة العسكر عديته في قفصة وتشرفت والرديف. تلفت فلوس صبيت 20,000 دينار وعملت حتى البيلون ورقي كاملة. ما وقال إشكال ظريف في حكاية التزكيات. فما 15 أمضاء لازم يتحصل عليهم أعضاء المجلس 15 ولا 14. سألت أصدقاء من المحاماة والكبار المانا قالوا لي أحمد بقى أنت معروف شوية خاطر عندها فلسفة هي زيارات المشاملة. بس شاب صغير كيف سيادتك ومستقبلك قدامك أنا مستقبلي ورايا باش يعرف زي لازر العكرم يعرفوه كبار الحومة. أما كي تلقى القاضي كبير الحومة ما حتى معناه من ناحية الحرج فما حرج. نجي أنا أحمد سواب باش نجي للواحد باهي قلت لا بأس القانون ولا كانت قاعدة عرفية نمتثلوا له. تحصلت على 12 من 14 من 15. قالوا لي جماعة الكبار كل طمنوني قالوا لي يكفي أحمد حتى إذا كان هما زوج مضايات ناقصة ولا ثلاثة توا كي نقول سي توفيق العياشي كي نتلموا أسرة التحرير توا المضاء الناقص سيونس تونونت يا يصحى توفيق على روحه ولا سي لازر يصحى لي. واضح ولا لا؟ عرف ولا شرط قانوني؟ لا لا عرف مش شرط قانوني ما فما حتى شرط. اي عرف قانوني معناها حتى النجم معناها على سبيل التزين قدم قضية نقول له مجاملة معناها واضح ومبلوش حتى بالسند القانوني ونزيدنا بالمقصد. ما ظهر ليش كان محامين محترمي ليهم معناه عندهم 15-20 سنة في المهنة معناه باش نجي أنا باش نعرف روحي ولا ما. أيوة أي يا أخي قالوا لي لا سيد أحمد من فضلك برا دور على الثلاثة. مشيت دورت على الثلاثة قلت القانون عاودت ملفي 24 أبريل دونك نحيت. قالوا لي 6 جويلية نهارين ولا ثلاثة قبل كلمني واحد من الأصدقاء القراب وعندي ثقة فيهم جملة قال لي أحمد راهو يضمروا لك يضمروا لك. هذه التليفون كلمت الناس اللي نعرفهم لا كلمت العميد لا شيء خطر انتهت علاقتي به. كان يكلمني بانصر مني سي عمر المحرزي أما صارت لقاءات معاه معناه يحطني في قراصه ملي وليت انا باش نطلب الواحد ولا بلاش ما عادش يهز عليا عندي توا شهرين يكون ما كلمتوش ولا شهر ونص.
ولا كلام فيها من فوق. لا علينا أنا في لازم مدرسة المدرسة الواقعية فما موازين قوان كي يكثر الريح ميسالش إننا حانيمة ما تكسروش ما يقلقش. خدمت الماكينة كلمت صحابي الكبار اللي عندهم علاقة معه ما نسميش المجلس بالأمانات قالوا لي باهي تهنى سيد أحمد ويكانت كامل معناها كلموني كبارات في البلاد قالوا فما برنسيب قالوا لي محمد فما حتى مشكل ما قالوش إيش قالهم قالوا فما حتى مشكل يكاو ما رعاني إلا نهار سبت لأنه لسيس في الليل جاتني معلومات ثابتة معناها اللي قالوا لي حبوا يقلوا هالي من حيث ورفضيني بطريقة أو بأخرى ومش بش رسموه وخليه الدوسي. خلنا نوضحوا للرأي العام خليه عادة بديت نفسر أي. بديت نفسر أي. إنك تملت الشروط القانونية واستوفيتها أهلا عندنا جيرفيدانس من الزمالي الزمالي وقتها كان حاكم ما نعرفش يظل يتوفى ولا ما توفاش وقتها حكم برشا على الإسلاميين وحكم برشا على الإسلاميين رفضوا له الترسيب عملنا جيرفيدانس جديدة في المحكمة الإدارية إلى الآن نقول عندما تكتمل الشروط لترسيم فلان فلاني في منصب ما تصبح سلطة المرفق العام مقيدة ما عاد عندك باب الاجتهاد فما شروط طب انتهى الأمر دونك وقعدنا ذي نطبقوا فيها دونك في المحصلة شو وليت من مهازل الواحد وليت بعض الإداريين فاسدين قضاة فاسدين وحتى وزراء فاسدين مرسمين في المحاماة والعبد لله ما نيش مرسم ولذا برشا كلموني البارح حتى محامين وقضاة ما نتقلقوا برشا دونك اخترت ردة الفعل أنا من المعارك ما نخافش منه عليه ولا عدائي معناتها هكا لا عليه ولا عدائي معناتها كان حاب نتشمت فيك لا الوندو لا ما قلت حاب المعركه لا لا فما فاسدين مرسمين ما عجبكش تكلم خذات يا ما سير سير راسك تو سمي لك ميات جبتهم بالاسم انا قبل كلام هذا هما متقاعدين كانوا يتحاسبوا ولتوا هربي ومرسمين في المحاماه فاسدين للطلع فلوس وسياسه واخلاق واللي تحب انت هذا بعثت برشا كلموني منهم صحافي زميل نحبه برشا قال لي احمد هادي جدا طالما انت ليس فاسد فلن تصير ترسم انت مشكل نتاعك ماكش في المنظومه دونك انت ما تمش لا مش منظومه لا سي ترو سامبل لا سي بلو كومبليكي سي بلو كومبليكي لا سي بلو كومبليكي وقت تولي فاسد الفساد شنو هو السبب يلزم كمام الناس منزهون على العبث فما اسباب فما اسباب اسباب انا ثابته ينجم يكذبني خويا الازهر اللي المهنه كي تطلع سيرتو المجلس الهيئه الوطني جينيرالمون طيارات سياسيه عندهم ناس مسيسين وعادي جدا وهذه قوه المحاماه تتذكر كتاب العميد شوقي طبيب السياسه والمحاماه المحاماه مسميه على السياسه هادي نويرة وبورقيبة وصلاح بن يوسف تيب كلهم محامين وأحمد المستيري زاد قانون أغلبية قيادات الحركة الوطنية باللي تسمات والثورة أخي شكون وأنا ديما نقولها راهو عايشت الثورة الأزهر من أكبر اللي نقول أنا زوز هيك راهو عامل الثورة في تونس الاتحاد والمحاماة سي اندسكوتابل سي إكسيلون بور لا ديموكراسي دونك ناس مسايسين أنا نعرف متأكد اللي الأغلبية بتاع المجلس الوطني هي بين التجمع والنهضة دونك كي الأغلبية صوتت ضدي دونك بالضرورة فما أسباب ويمكن فيها أسباب سياسية أنا معروف لست قريب لا من التجمع ولا من النهضة نحترمهم ديمقراطي لست سياسيا أما أسباب هذا يمكن فما أسباب السبب الثاني ومتأكد هذا يتواتر برشا مرات فما ملف متاع المحامين متاع الجزائر 150 ولا 170 اللي عملوا تحركات وقربل لهنا ياكدوا لي فما برش ناس ديجا اللي فما ظلم كبير فما الاولاد بعض الشيوخ المهنه رسموا رجلوا امورهم ولاد الزوا ولا ما رسموش وتعرفها سي لازر هذه ولد عبد الفتاح مورو انا ديما رافد زير فهمتني اي ابارامون رافد زير ولاد 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 عيان توا يخدموا ولاد الزوا ولا ما يخدموش انا جيب عندنا جيرفيدونس في المحكمه الاداريه فرصه باش نفسر اللي من عام 95 قلنا معناها برفض الترسيم انا جاني ملف وقت رئيس دائره تعقيبيه قبل ما نخرج للتقاعد طلب توقيف التنفيذ بخصوص اعاده نظر في التعقيب جاني ملف توقيف تنفيذ فما البعض من المطاعم التي تبدو فيها هو اجراء تحفظي دابور مش في الاصل فما بعض معناها مطاعم جديده وخاصة نذكر بالبداء ما يتعلق بأن عدم المساواة هو باب
للفساد. وصارت فما حاجة من بوني دي على الأقل خلي شيخ بها أنت سي بن عمر مرحبا لازم يكون سيرتين ما يعرفها وسي توفيق اللي كتابته متميزة وحصل لي شرف اليوم وما جبيه من عام 12 في آخر خبر ليه ولي شرف لي نكون معناتها بلد سان جوريديك وأنا متشرف أكثر أيوة. أنت ولا هو أنا أنت أيوة سان جوريديك خاطر ذولي قريت كنت سيدة طوى تفكر بالله تغدلت عليه دعونك بالله شو يقول لك سيدي لا يجوز التمسك بعدم المساواة في الوضعيات غير الشرعية تعرف معناها يا جوريست معناها أنا نبني دار في شارع محمد الخامس وأنت تبني دار أنت يهدمولك هاتك باني بدون رخصة وتقول له مش بيه أحمد تعرف شو يقول لك لا يجوز التمسك بعدم المساواة في الوضعيات غير الشرعية دونك وحديثنا قياس في المحامين فما ناس ولاد عيان ترسموا ولاد زوا ولا ما ترسموش ما تنجمش تقول شبيه ولد دونك بعدين ما ضربناش المبدا القانون العام مستورد من فرنسا واستوردنا كان الكوارث راهو يقعد باب الفساد قدم لي ملف للشاب هذا ومن سيدي بوزيد وانا من العاصمه وما نحبش برشا العاصمه قلت فما اسباب في قانونيه تبدو جديه وكذلك اسباب انسانيه خاطر المسائل استعجاليه وهذا الانسان القاضي العادل والرحيم اسباب انسانيه اللي هبلوا منها اسباب انسانيه جو نكسبت با عبد عنده يخدم سنوات عنده خرافات وقلت له اعطيني عقد الكراء جاب لي عقد الكراء وعنده زوج ثلاثه خشاشه اني نقتل له خبزته على الاقل نعطيه يتنفس بالقصبه حتى تكمل الملف يتبت فيه من قبل الجلسه العامه هبلوا على الملف هذا لهنا نحب نقول الله يرحمك يا بن علي اللي ما حاسبنيش على حكامي عمري ما تقلقت وخرجت حكام انا و كان جريء الحكام تاع محكمة الدولية يا سي لازر واليوم فرصة باش نقولها باش نقولها الحكم الوحيد الذي ادانا الوضع على الذمة في التجمع واسمه التجمع وجبدناها دور ريبليك احنا كقضاة الدائرة الخامسة جبدناها نحن احنا سيدنا شبوك يا توفيق مش هما قالوا راهو الازهر غير شرعي احنا كنا دقيقة الساعة وضع الموظف يهم النظام العام واحد عملنا احنا شرينا شبو عام 2004 قالوا لي جماعه لازم نقلقك بن علي قلت لهم والله نتمنى لو قلقني خلي نخرج بطل اما ما نحبش نكذب ما قلقني شيء امنيتي كان يقلقني خلي نخرج بطل كي لازر ما خرجتش حتى انا ما قلقنيش برشا لا نفدك لا حبيت نقول معناها توا المحامين يحاسبوا علي على الحكايه معناتها اليوم الوضع اتعس من أتعس الوضع اللي كان كثير من بن علي فسألك بايك لازر هو سيد احمد انا نوعدك بحاجه واحده انه راهو مش باش يحبوك كما تشتهي معناها لانه عملا بمقوله الامام علي بن ابي طالب بث الحكمه في غير اهلها يثير العداوه وهو معروف ثم واحد يقول لك لسانه صليط فرق بين لسانه صليط في المرشي ولسانه صليط في الحق هذا القاضي احمد سواب معناها وقت اللي تقابله حقيقه ولا حق يحب يقوله ما راهوش مصالح وانا ركزت على حاجه توا ترسيم القاضي ب 20,000 دينار معناها في المحاماه وانا متاكد وعلى يقين انه هو سلت العرق باش لم ال 20,000 19,000 وقلتها ونشرف بها اسمع دونك هذه من التبعات لكن الباهي فيه كي يخزر المرايه ما يحشمش من وجهه هذا الفيصل في الموضوع ابقى كونك انت باش تلاقي متاعب معناها باش تلاقي متاعب وما زالت المتاعب انا ما عنديش تفاصيل وشفت انا نعرفه كلا عمين ترسموا المفروض يترسموا في المرنقيه في الحبس ملفاتهم خنارهم ايامات ايامات الاستبداد وايامات البيع ثرواتهم والديار ما يحيروش في 20 وفي 50 وفي 100 مليون مش لعبه معناها وترسموا دونك انا محامي ونقول والله اتاسف انه تثار اصلا مشكله وانه يولي قاضي كرحمد سواب يصرف في مجهوده باش يعارك ولا يحارب معناها في الجرايد ولا في التلفزه ولا يمشي لمحكمه الاستئناف نقولها وهذا موقفي الشخصي تتشرف به المحاماه من الناحيه الصناعيه من الناحيه الاخلاقيه من ناحيه المساهمه العامه والانخراط في النشاط العام ابقى هذا وضع طبيعي كما قلت لا عادي لا جوست نكمل الاسباب لا توفيق خلي هذاك صاحبي انا مش صاحبك انت خويا انت خويا عيشي جوست برك مش نرجع لك لا انا مش يبدو انه المعركه معركه تسجيل اهداف
اكثر منه معركه قانونيه ومعركه انه نترسم في جدول المحاميه. هو طبيعي انه واحد كي سيد الرئيس احمد سواب يلقى هذه رده الفعل هذه، كما قال سي الازهر، هذا الشخص النزيه، هذا الشخص اللي ما يردش كلمته، هذا الشخص اللي كان في المفاصل الكبرى متاع الصراع متاع القضاء كان صاحب كلمه حق وكلمته لا ترد. طبيعي أنه يكون عنده أعداء في هذا القطاع، وطبيعي أنه يكون عنده خصوم، وطبيعي أنه يكون عنده ناس تحب تغيبه من المشهد، تحب توفيله المسيرة متاعه على بكري، سواء في القضاء سواء في المحاماة. ولكن أنا أحب نركز على نقطة أخرى. نعرف مهنة المحاماة ونعرف القيم اللي فيها ونعرف رمزية الهياكل متاعها، ومهما كانت فما ألعاب سياسية ومهما كانت فما ناس تحب تشكب على ناس وناس معادية ناس وفما أطراف سياسية، لكن فما حياء وفما هيبة متاع هياكل. اليوم أنا كعميد وألا كمجلس يقف قدامي شخص من أعمدة القضاء الإداري في تونس كما السيد أحمد سواب ويستوفي جميع شروطه، رغم اللي مطالبته بشرط وإتمام شرط هو مش قانوني هو عرف، أنا نعتبره يتنزل ضمن نقص الحياء، مش ما نقولش كلمة أخرى، أنك اليوم تجي الواحد كما السيد أحمد سواب تقول له لا والله يزمك برا يمشي لما زوز إمضاءات أخرين ثلاث إمضاءات أخرين، معناه فما قلة حشمة. فهمتني؟ أنه يقف قدامي تقصد قلة حياء، قل التحية ما يسالش وترفض له الملف متاعه هذه هلوشي فحش توفيق خير معك عنده أحمد سويل زيبون وتعطي أعذار. فهذه مشكلة. اليوم أنا سؤالي التالي، شنو المبرر اللي بيش يقولوه الهيئة والمجلس يرفضهم لملف السيد أحمد سويب؟ شنية التخريج؟ نرجع بعد فصل نسمعوا رؤية أحمد سويب في الموضوع. هذه رجعين، هذه الكابوتشينو. مرحبا قاضي احمد صويب، حول ما قال توفيق العيش. عاد قاضي لا محامي يعني، الحمد لله. ما هو بس كاسكيت القضاء هذا. اي تو اسمي قاضي. قاضي متقاعد مثال شيخ. جيت متقاعد هاني قاعد. باهي. فما زوج نقاط حاب نزيدهم. اي. اللي الحمد لله مسيرتي تقريبا ثلاث عقود عمري ما صارت لي انسيدون دوديونس ولا حتى في البيرو مع اي محامي. اللي يجي نقول له مرحبا بيك ونكلم الكاتب الدائره نقول له فوق راسك حط هذاك اخوي اللي طبعتيه. اثنين ونتشرف جدا اللي كونت معناها ربصت بطبيعة الحال، احنا نقولوا في على الاقل في مؤسستنا في المحكمة الإدارية انا نشرف على الاقل، يقولوا لي انت ابوي برشا لكن نشرف، ربيت اللي ربصتهم عيتهم ولادي، ربصتهم على قاعدة نعاود لهم تعلم قول لا وبداها لا معايا انا. وفي المخص المحاماة قلت لهم ثلاثة لا يردونا ولو تقص المفاوضة او تفاضليا، طالب الحق، طالب الدفاع، المحامي وطالب العلمي، خاطر انا بوكو دو ريشيرش نحن. واللي نهار اللي خرجت وحرست المحامي في نتعطلوش نعرف على الاحكام، احكامي تابري اجور. جو نو كومبرون با، جو نو كومبرون با. ثاني حاجه المحامين بعد الثوره، قبل الثوره كنت متخبي ما عنديش الشجاعه سي الازهر. يلفو لو دير كان يكتب الموقف نقرره، ما نتبع الشأن العام، انا لو بتي ميكروكوزم نعرفهم يعرفوني. بعد الثورة قدش مرة من الحمامات والمستير نمشي ونعمل مشاكل في العائلة باش نمشي نعمل، طلبوني في محاضرات لهيئة المحامين وموال مرتين ولا ثلاثة ونمشي افيك بليزير ولا في تونس. نجي نتعقب بالطريقة هذه باش شنو كومبرون با. انا شنو نحب نقول؟ يمكن فما سبب آخر خفي ومسيس، خاطر سيور راهم ذكيين. زملائي ان شاء الله في المستقبل محامين. انا اش خممت خويا الازهر وانت تعرف شان العام. التقدمين والاساريين مفركين ولا وجود لهم في الهيئه. حتى قبلهم قول لهم والله انتم هلكتوا فوزافي لا شيء. شو يقول لك؟ احمد تقريبا معنا تقدم اجتماعي حداثي يمشيش يلم التروف هذايا وجراند جال وان بو فيديراتور يقول لك خليهم مفركين ويدخل لنا البوبلي هذي. انا هذوما الكل كي تلمهم تلقى سيسور البعض من الصوابي وربما يعني البعض من الخطأ. يخافوا من احمد سويب يخاف في ظل شتات اليسارين تشتت اليسارين. قلت لك فما تحليل، اعطيني صوت اليسار ولا التقدم المسموع في الهيئه، اعطيني اعطيني واحد ترى اعطيني. فما واحد نعرفوه اللي قال بن علي هرب الناصر العويني، الناصر العويني ما فين مش في المهنة، مش في المهنة كعبتين ولا ثلاثة ونعرفهم ونسألت ونسنست.
قال ايش نقول لك، تلقاه مهني بروفيسيونيل نوتر محاي عاشوري نقولوا نحن عاشوري، فهمتني؟ كابتن وكعبة هذو والباقي الكل قوميين تجمعيين ونحن نقولوا صراحة أحمد سويب يعني أنت ضحية اليوم مشهد مسيس بأتم معنى الكلمة، قطاعات مسيسة عادي إلى النخاع، منظومة قضائية مسيسة إلى النخاع. لا لا هذيك مش النخاع، هذيك العظم، هذيك محاماة الزواق عادي. خلينا نحكي صراحة، منظومة قضائية شون جوريديك، شون جوريديك وقت كملت القانون وقتها ما زالوا ما يخموش يعب فيها في الشان جوريديك، عادي وحتما أن تكون المحاماة مسيسة مسيسة عادي جدا في دوت الكور سيبا نورمال، في القضاء سيبا نورمال وضمانة للديمقراطية. قلت لك أن هذه المانة تكون مسيسة، السياسة ما زالوش تدخل في دي سيرفيس بيبليك اللي عنده موتوريتي ريغاليان اللي هما الأمن والديوانة والقضاء، تستعمل السياسة لإقصاء ناس. عادي جدا، عادي جدا، مش نورمال. تو أنا من أنا في اللي في محامي باش نطلع نخبو نحن في المجلس المحامين في المجلس الأعلى، مش نورمال. بتات القريب أنا أخويا لازم نكمبنو ديمقراطية باش نطيحو التوفيق. عادي، هو المشكل الديمقراطية ما تخلقنيش أنا، أما لي كوبا هي اللي تقلق. هو راهو راتا دورة، ألعب كبير، ألعب كبير، ألعب كبير وألعب راجل. هو راتا دورة راهو، مش ما دخلش دورتي. أنا عندي التزامات مالية، جو لو دي أنا، جو لو دي نتاع التجويع وذلالي هنا باش يدخل. يا أخي بربي خويا لازر، يا أخي الكهرباء منين جبتها؟ أخي أنا بالكش عندي ورثة بابا، تي ماني مولود في المدرسة، عشت في الملاسين. منين نجيب؟ نمشي نسرق نرتجي. صاحبي يرحم والدي ونشكره من هذا المنبر، هو خذا لي ليزينغ، قال لي أحمد العام الأولاني برا ريبورتي ديال الدين وعام الثاني برا وحدك. المحامي نشكر احمد بالخامسة قال لي عملوا لاني خويا احمد بلاش، العام الثاني تكح ال 20 مليون سلب 19. جون سوي فيير جو لو دي ان توت واحد ترانسبارونس. دوما يحبوا يذلوك ويرقوك، وانا قلت لهم اللعب هذا ما نلعبش به. نقعد ثاني طويل، بديت هكاكا، والدي هكاكا ونكمل هكاكا وجدي هكاكا. توفيق العيش بالعكير، ما بس برج العكير كنا عليها قبل. ليش مات تسمع حكاية كما حكيت سيد أحمد سويب سيد الرئيس؟ أحمد لا تعيط لي سيد الرئيس، سيد أحمد بربي هذي الكركان ديما تبقى سيد توفيق الرئيس. أنت نزل نقرأ لك بكل معنى عن توت فانتانيتي، هذي الكركان راهو تلقاه يقول لك رئيس، هو كنك يقتلك. انا عيط لي احمد ونحبك تحبني، ما تعيط ليش رئيس به. انا ديما نحبك السيد احمد سويب، عيط لك رئيس ولا سيد لك مقدمه التوفيق نقدم. ولكن اقول سيد احمد، سيد احمد قدم كي تسمع حكايه كما سيد احمد. اللي ما يعرفش اللعبه في القضاء والمحاماه يمكنه الخوف، يقول لك انه هذه منظومه فساد 1000%، وانه نظيف والنزيه ما يدخلهاش وما يلقاش فيها موت قدم، وحتى كان يكون موجود فيها هوامش التحرك اللي فيها معناها ضيقة جدا ويقتلوه ويعزلوه. وهذا شيء مخيف، شيء مخيف، لأنه نحن ماناش نحكيه على سيكتور متاع ما نعرفش أنا ماهوش مؤثر ولا ماهوش بيد ومرفق كبير كما مرفق العدالة. نحكيه على مرفق العدالة، على سلطة، نحكيه على السلطة، نحكيه على المفروض يكونوا فيها الناس الضعف والمزهات. ولات شي توفيق نزيد نأكد لك على ولات وعادي جدا وما يقلقنيش أنا. المحامات ولات شريك في القضاء في باب السلطة القضائية، راهو ألعب كبير، ألعب بوكس، تعرف على اسم سبور نوبل، ما تضربش تحت الحزام وما تضربش في الظهر. أنا عندك وزن محدد زادة، أنا نحب وزن معين. أنا علاه جيت أنا اليوم كان كلموني قبل، جيت خاطر توفيق، عمري ما قابلته، أما تعجبني برشا كتيبته، من أكبر من أحسن ما يكتب. ولازر اللهم صلي على النبي، نحب سنتيم والله جيت على في شبهه، والله جيت على خاطرها مش على خاطرك اقول بكل شفافيه اكثر شيء من الصراحه. اوجيك اسمعني، شرط الموضوعيه تاح سقط. لا 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 كون ذاتي، كون ذاتي وانا نحب ذاتي، نحب روحي. اخوي اتشرف اني مش صاحبك باش تكون فما موضوعيه على الاقل، لانه توازن في الحوار. انت نوفيل كونكيت شرامي، او توت فاسون كريستوف كولومب ما دار ضرب في امريكا، انا دور ضربت فيك انت، شنو المشكل؟ مرحبا اخوي، ضرب ما تضربش اللوت، نحب المعارك، نحب هاو مشاكس ويحب العرك، ما تضربش اللوطه، العب كبير. والله باش نحكي لك نادر اخويا الازهر، فما قاضي صارت لي معاه مشكله ذات يوم في محكمه جرومبالي 2004، وعملني بعبد مش رديء اكثر من رديء في ملف كبير ما عليناش، ودور دور دور وتعزل، ودور دور يجي ملف وتعقيبي عندي انا في الترسيم، جي ماسين راهو يطرطر. قلت حمد قناعاتكم تعرف انت والازهر، حكومة حكم وعطيته حقه وزدت قمعت روحي، والله يا توفيق
وخرجت حكمه هو اصدر الحكم وقلت بك حاضر وأرضني خايف هكا قلت تفضل سيد الرئيس ها وحكمك حاضر سيدو أحمد سويب ألعب كبير ألعب نوبل وحتى باش نكون راه جيل لو المعارك هذية متاع الشأن العام راه يطبوا فيها الخشاش راهو خلني ياخذوا دروس أنت وجه إعلامي عندك لا لا عملت خلني كمل لك عاد لا أنا مذيع أنا اليوم تمشي رجعك الجوهر ومكمل أنا مرحبا بيك مرحبا أما أنت أصلا تقاعد شو مازال فيك معناتها سيدي لا قوتو على عبد العزيز العربي بابا عزيز اسمع عبد العزيز العربي ما سخت ناجي واحد لا بالعكس بالعكس نحن كمال نبيذ احنا بعمل تتعتق عمل تبنان أي الحمد لله مش رمضان ما تعرف لان النبيذ موجود في السيره النبويه والقبله ترجع لي الله يرحمه ليطمئن قلبي انت يؤثر بك المنابر الاعلاميه يجيبوك قريب برشا الاعلاميين صحابي الكل خاطرش دي جون كلمتك تقولها دونك اليوم انت يخافوا منك الناس بالطبيعه ما دام انت اليوم تنجم تعمل حمله اعلاميه حول عدم ادراجك في سجل المحاميه عندك تنجم تطلع في المنابر الكل وتحكي وبطلق لسان وانت قلت سلطة والعميد لا اخي العميد سلطة لسان نجم نقولوا انت قلت انا سلطة لسان العميد متفرغ يجي يحكي معايا اللي يحب هو معناتها انت تمثل مصدر خوف برشا ناس اليوم انا كي دونك والله انا وحدي نحب نشهد شهادة نحب نشهد شهادة المجلس الهيئة ماهوش العميد برك وهذه شهادة لأنه العميد عامر المحرزي نعرفه وخذنا معركة ضد الفساد وخرجنا كراس في 2000 جكروا و9 ولا 2008 ولا يمكن أن أنا نعرفه كيفاش يفكر وكي نتمثل طريقة تفكيره وطريقة كذا لا يقبل عامر المحرزي اللي نشهد عليه أنا زوجته قاضية ما يكرهش قضاة وما ينجمش يهينهم ثم فطرته سليمة نعرفه من داخل أنا العميد عامر المحرزي وخدمنا بعضنا قبل وحاربنا وجرينا وعاركنا في الجلسات العامة ونعرف لكن لا أعتقد أنه يحيط بكل شيء واثنين تشخيص سيد أحمد في التركيبة السياسية داخل مجلس الهيئة أنا معاه عنده فيه الحق والعميد هو شخص أنا نقول عنده نسبة من الحياد كبيرة 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 حتى كنا مع بعضنا في سنوات 2000 وتحت نظام بن علي ما كانش ميال ياسر الإيديولوجي حقيقة لا تصنف قومي لا تصنف إسلامي لا كان دستوري عاشوري ولا عاشوري في المحاماة بالمفهوم هذاك عاشوري في المحاماة بروفيسيونيل معناه يتسمى مهني ولد المهنة سؤال أخير قبل ما تغادرنا سيد أحمد سويب وفيك وعد معنا نضيف سيد أحمد ونيس جاي بحذين السفير وزير السابق مو سفير وزير الخارجية أيوه سفير زاد كيف كان في صحيح لا أخونا كبير عاد كيفاش خليت المحكمة الإدارية سيد أحمد بجرأتها بعراقتها بنضالها حتى على مستوى المنظومة القضائية معناتها محكمة جريئة اليوم سمحني اليوم نشوفوا انه هيئة الحقيقة والكرامة ترفض تطبيق قرار من قرارات المحكمة الإدارية وهذه سابقة من نوعها لا مو شيء انا اغزل انا توكي جوستو باش نسبوا الاشياء عندي ملف انا يكون فيه برشا ذاتي تغالي في تحليلي ما يقلقش نتجاوزوا تقعد مانت محاماه شيء شر حاجه كبيره جوستو نفس الشيء لا حديثنا قياسي بن عمر دونك يطبقوا على المحكمه الاداريه معناها صارت بعض المشاكل وصارت بعض التجاذبات وعادي جدا لكن اجمالا يقعد كيما المحاماه كور معناها جسم سليم ولتوا تثبت احكامنا معناها لا بروف مثلا تصور معناها ضد الناس الكل مؤتمر حزب التحرير الناس الكل ضد المحكمة الإدارية خرجت حكم فيه شرعية طالما يقول لك هو حزب عنده الحق يعمل مؤتمر أما عدم تنفيذ الأحكام هذه المعضلة الكبيرة ومش اللي بيدي بارك اللي ما نفذتش 5 أو 6 أحكام جامعة تونسية كرة القدم اللي تو مبنية كلها مبنية على فساد قانوني وزارة الداخلية والهيئة الوقتية القضاء العدلي حتى القضاة ما نفذوش قضاة المحكمة الإدارية وهيئة الحقيقة والكرامة ولهنا فما مسألة جدا هامة حاولنا راهو التجريم عدم تنفيذ الاحكام كنقابيين في الدستور فشلنا توا يلزمنا في القوانين الجديده تجريم عدم تنفيذ الاحكام بدون عدم تجريم عدم تنفيذ الاحكام من له السلطه في التنفيذ ولا ينفذ ديريكت يمشي طول الحبس هي بشبيهه تشبه ياسر العوده للشغب بعد التنفيذ تشبهها جزء منها انه هذا حكم تم تنفيذه اذا كان ترجع انت تعمل شغب ولا تقول ما تعترفش به في الاعتراف به بالقياس معناها تمشي الحبس هو عندنا فصل المرحوم ذكرني به انا ما نعرفش 315 مجله
كود بينال المجلة الجزائرية في عدم تنفيذ أوامر القضاء الحبس دور وتبقوها في بصر طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة عام 12. لكن المشكلة لهنا القضاة وادعوهم لهنا بنوع من الجرأة كما صارت في توزر راهو على 315 راهو وأمر إلى القضاء لم ينفذ يركض الراجل عاد عيد عداء في الحبس. علاش ما نعملوش هذايا في تونس والوقت تكون ثورة ولهنا القضاة نجي ندعوهم كزملاء القدم اللي شوية جرأة وشوية الشجاعة ولهنا تجاذبات ضعفتهم إن شاء الله بالمسألة على القضاء معناها يوليوا أكثر استقلالية وأكثر جرأة خاطر لهنا وجي كونكلو اللي الفساد والحرب وهذية واللي عجزنا عليه أكبر عنوان فشل خشلتو كنت ذكر من الفتاة عبد الفتاح عمر الله يرحمه التجاء إلى قانون طوارئ هو ترجمة لفشل القضاء في البت في ملفات الفساد ونقطة ورجع للستار. شكرا لك القاضي المتقاعد أحمد سويب على حضورك معنا في الكابوتينو. قبل بعد شوية مع ضيفنا الثاني سيد أحمد ونيس السفير ووزير الشؤون الخارجية الأسبق نحكيه على دور الإمارات في تونس و... الكلمة ليك.